تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم الاحتفال الذي أقيم بمركز عيسى الثقافي لتقديم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الرابعة 2018-2019، والتي فازت بها مؤسسة إيده الخيرية بجمهورية باكستان الإسلامية في مجال الخدمة الإنسانية. فلدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه،
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً بكم في هذه الاحتفالية المباركة التي نستذكر خلالها الخصال الحميدة والمآثر الإنسانية النبيلة لصاحب الجائزة والد الجميع صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه. لقد قطعت جائزة عيسى لخدمة الإنسانية مشوار دوراتها الثلاث كجائزة عربية عالمية بنجاح، وذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الرؤية الملكية السامية الحكيمة التي أنشأتها وبثت بها روح التسامح البحريني الأصيل، وبفضل الجهود العديدة والمتواصلة التي أرست لها وأسست لها تقاليد عمل محكمة تفردت بها في النظرة إلى العمل الإنساني الخالص لوجه الله تعالى دون تمييز بين البشر. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.
يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل اعتزاز نحتفي معكم اليوم بالنتائج الطيبة لأعمال الدورة الرابعة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية السائرة بخطوات واثقة وموفقة منذ أن أمرنا بتأسيسها قبل 10 سنوات، وعلى نهج يختزل ما آمن به والدنا الراحل طيب الله ثراه وعمل من أجله، فهو من تفانى طوال عهده في حمل لواء السلام وعرف بمناداته وسعيه لتحقيق أخاء شامل بين البشر. مرسخا بذلك النهج سمة التسامح الإنساني والقدرة على البناء الحضاري لشعب البحرين في كل الأوقات والظروف. ومن هذه المسؤولية الكبيرة التي نحملها اتجاه قائد وطني عظيم أنار بفكرة وعطاء مسيرة بلادنا وثبت بعزمة أركان نهضتها المعاصرة، تأتي الجائزة بذكراها العطرة وتوجهاتها الرحبة كخير دليل لاستكشاف المنجز الإنساني على الساحة العالمية الذي يعلي من قيمة الإنسان ويضيف إليه أبعاداً سامية ويجعل من خدمة البشرية والتضحية في سبيل حمايتها واستمرارها واجباً إنسانياً مقدساً. ويسرنا بهذه المناسبة أن نهنئ مؤسسة إدهي الخيرية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على فوزها بالجائزة، وذلك نظير خدماتها الإنسانية الجليلة في المجالات الخيرية والطبية والإغاثية، مقدرين في هذه المناسبة الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون عليها لاستمرار المؤسسة في حمل رسالتها النبيلة، وكما تمنى لها مؤسسها الراحل السيد عبد الستار أدي الذي سيظل اسمه خالداً بتضحياته، وسيبقى عطاؤه نموذجاً استثنائياً للعمل الإنساني الرفيع. ونود هنا بكل تقدير وإعجاب أن نشيد بجهود كل المؤسسات والأفراد ممن تقدموا لنيل الجائزة في دورتها الرابعة من مختلف بلدان العالم، وبالذات من تميز عملهم ونافس على الجائزة حتى مراحل التحكيم الأخيرة، وهو تحكيم نحرص على أن تتولاه نخبة من الخبراء والاستشاريين الدوليين مستندين في ذلك على أدق المعايير العلمية. ولا بد لنا في هذا المقام من التوقف بكثير من الامتنان أمام ما يقدمه رئيس مجلس أمناء الجائزة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة من دعم لافت وإدارة متميزة لأعمال الجائزة منذ تأسيسها
مشيدين كذلك بدوره وإنجازاته المخلصة خلال مسيرة عمله الحافلة وأثناء قربه من الراحل الكبير. وفي الختام نكرر تهانينا لمؤسسة إدهي التي نتمنى لها دوام النجاح في تأدية رسالتها النبيلة، معربين عن شكرنا الخالص للجهود الحثيثة لمجلس الأمناء ولجنة التحكيم والأمانة العامة التي أثمرت عن وصول جائزة عيسى لخدمة الإنسانية لما هي عليه اليوم من مكانة مستحقة، ولتكون استذكاراً دائم التوهج للمسيرة المباركة لوالد الجميع صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، تقمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن الإنسان الذي سيبقى معنا بالقلب والذكرى وفعل الخير هو الوالد الذي لروحه في ذكرى مولده خصصتم يا صاحب الجلالة جائزة تليق بما اتصف به المغفور له بإذن الله من أخلاق وصفات التواضع والعطف. جائزة عيسى لخدمة الإنسانية التي كم يشرفني أن أكون مؤتمنا على ترأسها بتوجيه من جلالتكم، قد أصبحت اليوم عالمية لما يسكن قلب المغفور له بإذن الله الأمير الراحل صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، من أثر من مشاعر وخلجات، فهو الأب الحنون مواسي المرضى والقريب من الضعيف، كريم النفس فاعل الخير، كل هذه الصفات جعلت منه الإنسان الذي تخلد ذكراه جائزة تهتم بالإنسان أيا يكن أصله ومن أي لون انحدر ولا أي بلد انتمى. يتم ذلك في كل دورة من دورات الجائزة الممتدة لعامين، تجسيدا لذكراه العطرة واستذكارا لشمائله وسجاياه وكرم صفاته الإنسانية التي لا يمكن أن تنسى أو تغيب عن ذاكرة الذين عاشوا عهده وتعرفوا على شخصه أميراً وإنساناً. إننا اليوم وفي النسخة الرابعة للجائزة، أصالة عن نفسي وباسم مجلس أمنائها ولجنة التحكيم أعرب عن أصدق عبارة الشكر على تفضل جلالتكم من جديد برعاية هذه الجائزة التي يزيد حضوركم من أهميتها ومعناها التي تعكس غنى وعمق رؤيتكم في أن يتمحور عهدكم حول الإنسان وحاجاته، ومن هنا تظهر أهمية جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، والتي ما هي إلا استمرارية واستدامة لحكم قائد ينبض قلبه على واقع خطوات شعبه القريب منه ومن وجدانه. ما أحوجنا اليوم في مجتمعات العالم حيث الإنسانية خجولة بحضورها ومكسورة بنسيانها إلى لفتة تعكس ما لمملكة البحرين من جذور في احترام الإنسان والتآلف الذي يجمل حياته وتاريخ مدننا ومجتمعاتنا. ما أحوجنا اليوم إلى جائزة تعود للفرد إنسانيته وتعمل على تشجيع عمل الخير وتأصيل قيم الانفتاح والتعايش والسلام
وهي القيم التي تفخر بها مملكة البحرين. إن لجنة التحكيم ومجلس الأمناء قاموا اعتماداً على النظام الأساسي للجائزة، وبعد التشاور والدراسة وتوخي الدقة والحياد والإنصاف باختيار اسم يستحق أن يحمل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بنسخته الرابعة. ولم يكن الجميع ليتوصل إلى هذه النتيجة لولا حرصكم ومتابعتكم لسير العمل بهدف أن تأتي النتيجة لائقة بالجائزة وما تمثله لمملكة البحرين من مثل إنسانية عليا. إن قرار مجلس أمناء الجائزة وبناء على ما توصلت إليه لجنة التحكيم بفوز مؤسسها عبد السدار أدهي الخيرية بجمهورية باكستان الإسلامية بعد عامين من البحث والاستفسار والشفافية والمهنية في الاختيار يعكس توفر شروط الاستحقاق بالمؤسسة المختارة كي تحمل اسم الجائزة بنسختها الرابعة. هذا المشروع الأجدر بالفوز بالجائزة تقديراً واعترافاً وتكريماً لما قدمته وتقدمه من خدمات وأعمال إنسانية في كافة أنحاء باكستان، شملت إسعاف المرضى وإغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين الضعفاء وإيواء المشردين وتعليم الأطفال الفقراء وإنقاذهم من الضياع والانحراف. أكدت كل ذلك زيارة ميدانية قامت بها الأمانة العامة للجائزة وأحد أعضاء لجنة التحكيم. نبارك للمؤسسة هذا الفوز، ذاكرين بالخير عزيمة ومثابرة مؤسسها رحمه الله، متمنين التوفيق للقائمين عليها نحو المزيد من أعمال الخير والعطاء. ونعرض عن الشكر والتقدير لكل من السيدة جميلة محمود والدكتور شوتا سمنتا والدكتور عمر عزة سلامة الذين فازت مؤسساتهم بالجائزة في دوراتها الثلاثة الماضية، وعلى ما عبروا عنه من مشاعر وعبارة طيبة اتجاه الجائزة وإسهامها في استمرار وزيادة أنشطتهم وأعمالهم الإنسانية، مؤكدين الحرص على استمرار التواصل معهم لتطابق أعمالهم الخيرية الإنسانية مع الأهداف النبيلة للجائزة. وأنتهز هذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً ليعرب عن بارغ الشكر والتقدير للمؤسسة الخيرية الملكية لدعمها ومساندتها للجائزة، والتوجه بالشكر لضيوفنا الكرام لمشاركتهم لنا حفل التكريم، كما أقدم الشكر لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنة التحكيم والأمانة العامة وكل من أسهم في إنجاح عملنا الإنساني النبيل في ظل توجيهات جلالتكم السديدة والموفقة بعون الله. ويبقى أن نتمنى الاستمرارية للجائزة التي تشرق صفحة مضيئة في كتاب تاريخنا المعاصر الذي يولي الإنسان أولوية ويضع مملكة البحرين في أول الدول المنحازة للإنسانية بما فيها مشاعر وحقوق، استجابة لدعوة من عيسى بن سلمان لعالم أجمل يعمه السلام والإخاء والطمأنينة. وفقنا الله لما في خير الإنسانية جمعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاهد الآن فيلماً وثائقياً بعنوان شعلة لا تنطفئ حول مسيرة صاحب الجائزة سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه والأثر الذي تركته الجائزة على الخدمة الإنسانية لدى الفائزين. وعليه فقد قررنا تخصيص جائزة تحمل اسمه الكريم، جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. عيسى ستبقى دائما، ستبقى دائما نورا مضيئا للأبد. عيسى مع كل جانب مضيء يشهده العالم في تطور العلم والصحة والتعليم والتكنولوجيا، هناك جانب مظلم
بسبب الفقر والمرض والكوارث والحروب. وبين هذين الجانبين من الحياة قادة عظماء وهبوا وقتهم وأنفسهم لخدمة أهداف نبيلة، فوجدوا في زحمة انشغالاتهم الكثيرة وقتاً لخدمة البشرية، متمثلاً في إطلاق جلالة الملك المفدى جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، تخليداً لصاحب العظمة سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه. كان أميراً وقائداً، أباً للجميع، أخاً للجميع، صديقاً لكل فرد من أبناء شعبه، وإنساناً كبيراً أحبه واحترمه العالم كله، فأعطانا من رصيده الإنساني ما سيبقى ماثلاً على مر الأجيال، فكان أصدق تجسيداً لما في البحرين من وفاء وتسامح وتحضر. عيسى ستبقى دائما، ستبقى دائما نورا مضيئا للأبد. The Issa Award was an important moment in my life that has given me that confidence and has given me the catalyst, rather the spark, to not give up. Thank you so much to the Kingdom of Bahrain, to my friends at the Issa Award Committee, for the people who nominated me. I really thank you, and I'm very, very humbled. I remain humble, and I hope that I will be able to continue my work. I am so much honored when I received this award from the hands of our His Majesty, and the happiness and recognition my entire people in India, particularly Odisha, and particularly in my organization Kit and Kiss, people have got after that moment of 3rd June, which I cannot repay in my lifetime to the people of the Bahrain. هذه جائزة لم يكن تأثيرها فقط معنوي على العاملين بالمستشفى، إنما كان تأثيرها أكبر وأكثر على المجتمع ككل، المجتمع المصري والمجتمع العربي. لما يشعر بأن مثل هذه الأعمال بتقيم وبتقدر من جهة متميزة وجهة معلوم أنها جهة محايدة وجهة لها اسمها ولها الاعتبار بتاعها على مستوى العالم، كون كل هذا يجعل المجتمع يشعر بضرورة أن يمارس الجميع العمل التطوعي والعمل الخيري خدمة لمجتمعاتنا العربية ومجتمع الإنسانية بوجه عام. كان الأمير الراحل مثالاً وحافزاً لكل إنسان وهب نفسه لخدمة الناس، فاستلهموا من أهدافه وتبعوا خطواته لخدمة بني جنسهم والتخفيف من معاناة الإنسان. وتتسع رقعة التفاعل البحريني لتتعدى الأبعاد المحلية والإقليمية إلى الآفاق الدولية، فيجمعها بعالمها الإسلامي رباط مقدس لا تنفصم عراه، يشاركه آماله وطموحاته، كما تنطلق البحرين بخطها الواضح إلى إقامة علاقات مع دول العالم على أساس المساواة
والاحترام المتبادل، وانطلاقا من إيماننا الراسخ بأن الأمن والسلام هما الأساس الذي تبني عليه الإنسانية تقدمها. وفي الختام نسأل الله أن تستمر هذه الجائزة في دعم وتشجيع أعمال البر والخير التي تخدم الإنسان أينما كان، مخلدة ذكرى فقيد الوطن والإنسانية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح الجنان، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقي الآن معالي الدكتورة أوا ماري كورسيك مستشارة رئيس جمهورية السنغال كلمة لجنة تحكيم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa King of Bahrain. ثم ألقت الدكتورة أوا ماري كورسيك عضو لجنة التحكيم لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الرابعة كلمة أكدت فيها أن جائزة الشيخ عيسى للخدمات الإنسانية تجسد رؤية جلالة الملك المفدى وما تتحلى به قيادة جلالته من قيم إنسانية رفيعة. ورفعت الدكتورة كولسيك نيابة عن جميع أعضاء لجنة التحكيم أسمى آيات الشكر والعرفان على الدور الكبير لجلالته لإبراز وتشجيع أفضل الممارسات لدى الأشخاص الذين يعملون كل ما في وسعهم لتقديم المساعدة، مشيرة إلى أن ما يميز جائزة عيسى لخدمة الإنسانية هو نزاهتها وحياديتها وتجنبها لمزالق السياسة وتركيزها على تكريم الأشخاص الاستثنائيين الذين يقومون بتغييرات إيجابية في مجتمعاتهم، معربة عن خالص الامتنان للثقة التي أولاها جلالته للجنة التحكيم لاختيار مرشحي القائمة النهائية لهذه الجائزة الإنسانية المرموقة. Daily life of millions of people. Your actions to highlight and encourage best practices of people helping others are appreciated and extremely important. The beauty of this award is its non-political aspect. Moreover, its real significance lies in the recognition of exceptional people making positive changes in their communities. I strongly believe that public recognition should not only go to superstars, but to those who make sacrifice to help the neediest through tangible action. Your Majesty, we express our sincere and deep gratitude for the trust you have placed in us to select the final candidates for this prestigious humanitarian award. It is my pleasure to announce this year's award goes to Abdul Sattar Eddy Foundation. Abdul Sattar Eddy, in his early age, was confronted to his mother's sickness. His experience taking care of his mother gave him the desire to establish a charity to help the poor all around the globe. Abdul Sattar Eddy started his adventure by buying a pickup
he used as an ambulance. He called it the car of the poor. With his pickup, he made himself available to drive people in need to the nearest hospital. Step by step, he increased his potential in helping people. Later, his efforts led to the creation of the Eddy Foundation, Pakistan's largest non-profit welfare institution. The Eddy Foundation relies entirely on donation. It employs 3,500 people and has tens of thousands of volunteers across the country. The foundation provides ambulance services, free hospital and care centers, homes, rehabilitation centers, child adoption centers, and education services, among others. The Eddy Foundation's work covers all faiths, religions, and nationality without distinction. Over time, the people gave him the titles of Angel of Mercy and Father of the Poor. Abdul Sattar Eddy didn't forget the people outside of Pakistan. The foundation has carried out relief work in Africa, the Middle East, Asia, Eastern Europe, and the United States through donation of ambulances, food, financial resources, and direct assistance to refugees, victims of hurricane, cyclone, etc. Abdul Sattar Eddy was a hero to the poor in Pakistan and abroad. He was so loved by people from all social levels that official funerals were organized for him and one day national mourning in Pakistan was declared. May he rest in peace. Congratulations to his wife and the children who have been always in his side and are continuing his tremendous work. Your Majesty, before closing, we would like to thank His Highness the Deputy Prime Minister, Chairman of the Board of Trustees, members of the Board, and the General Secretary of the Howard, who have made our work fruitful and our stay in Bahrain wonderful. Thank you very much. Merci beaucoup. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، لقد استحقت مؤسسة إدهي الخيرية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة الفوز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الرابعة بجدارة، كونها أكبر مؤسسة خيرية باكستانية معروفة على النطاق العالمي في مجال الخدمة الإنسانية، ويغطي عملها كل البشر من جميع الملل والأديان والجنسيات دون تفريق. تشاهدون الآن فيلماً وثائقياً بعنوان مؤسسة إدهي عزيمة رجل، حول منجزات المؤسسة الفائزة ومؤسسها الراحل عبد الستار إدهي. Thank you.
Many people in life can't afford medicine. Some children, unfortunately, are abandoned. Others suffer from thirst and hunger. And others are lost amid their special needs without a shelter. While some face injustice from their own families. Most people in life dream about wealth, mansions, fancy cars, highly paid jobs, but few have different dreams for themselves, their children, and families. Nothing is higher than humanity. لا شيء يعلو على الإنسانية. The ADA Foundation started with only 5,000 Pakistani rupees. More donations were received as people's confidence in the activities of the foundation grew. Abdul Sattar was able to start with a small dispensary, which today has turned into the ADA Foundation, the biggest non-profit social welfare organization in Pakistan. मुझे एम्बुलेंस का बड़ा शौक था। मैंने पाकिस्तान में आने के साथ ही इदारा बनाया। फिर इदारे के साथों साथ मैंने एक पिकअप ली, उसको एम्बुलेंस बनाया, उसका नाम रखा पुअर वैन। عبدل ستار ایدی فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں ہر بڑے شہر ہر بڑے ڈسٹرکٹ میں ایمبولینس سروس مہیا کر رہی ہے جس میں پینشن ٹرانسپورٹ سروس ایمرجنسی سروس ڈیزاسٹر سیلاب فلڈ اس میں تمام ایمبولینس سروس ہم مہیا کرتے ہیں جس کو شہر ہاسپٹل ہاسپٹل سے گھر پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ پورے دوسرے ملکوں میں بھی جس طرح افغانستان شام میں بھی ہم ایمبولینس سروس مہیا کر رہے ہیں جس کے اندر ہماری ایمبولینس میں تمام ٹریکر سسٹم بھی نصب ہوتے ہیں اور ہر ایمبولینس میں وائرلیس کمیونیکیشن کے ذریعے ہمارے ہر بڑے کنٹرول روم سے اس کا رابطہ رہتا ہے جس سے ہم فوری طور پہ ہر کوئی بھی ایمرجنسی ہو ڈیزاسٹر ہو وہاں بر وقت پہنچتے ہیں میری ایمبولینس تھی تو مجھے لوگ فون کر کے کہہ دیتے تھے کہ کوڑوں پہ بچہ پڑا ہے کتے کاٹ رہے ہیں اسی طرح تو میں اٹھانے چلے جاتا تھا میرے دل میں آیا کہ میں یہ بچے کا کام کروں The foundation operates food kitchens, rehabilitation homes, clinics for the mentally handicapped, and a hotline for missing persons. It provides wheelchairs and crutches for people with special needs, arranges free marriages for the poor, rehabilitation of drug addicts, as well as financial and medical support for prisoners. In addition, more than 1 million children were born at the AD maternity centers. Since he started ambulance service, he used to find a lot of unclaimed people lying on the floor. He used to pick them up. He used to receive calls that there is a person, he's unconscious, but there's nobody with him. He used to go and pick that person and used to go to the government hospital. Government hospital were not keeping that unclaimed person because there was no attendant with them. So he used to bring that unknown person with him at the clinic. And he used to keep him. So that was the first shelter home he started. And then it grew
because people used to call him and he used to go and pick them up. The AD Foundation has the world's largest fleet of over 1,800 ambulances. It also provides 250 emergency medical service units and has trained 500 medical staff and 40,000 nurses. The foundation has buried over 200,000 dead bodies. Moreover, it has 28 rescue boats, one animal shelter, and 6,500 shelter homes. Furthermore, it runs 335 welfare centers and has saved 23,000 abandoned children. Their name has become like an icon for the people to follow his footsteps. People trust him. The trust has been developed over 70 years. People have been seeing him working around day and night, 24 hours. There's no holiday for them. They are like angels on the roads. And we are thankful to Allah that we have been given with this EDs. And everybody who's working for the ED Foundation, for me, they are all EDs. I don't know if they are ED or not. They are all EDs. So we trust him, and everybody in Pakistan trusts him a lot. AD committed himself to a very modest lifestyle. He and his family lived in a two-room apartment next to the foundation building. Until Abdul Sattar died in 2016, the couple had not built their own house yet. For 50 years, the couple has engaged in dedication to alleviating human suffering and responding to every call for help without any discrimination in color, creed, or social status. Abdul Sattar believed that humanitarian work has no boundary and no religion. He believed that humanity is a religion by itself. He also believed that humanitarian work can prevent the world from wars and conflicts, so peace and love could flourish, and poverty and injustice could vanish. يتفضل الآن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتسليم جائزة عيسى للأعمال الإنسانية إلى المؤسسة الفائزة مؤسسة إدهي الخيرية، ويتسلمها سعادة السيد فيصل عبد الستار إدهي مدير عام المؤسسة. الآن يلقي الأستاذ فيصل عبد الستار إدهي كلمة مؤسسة إدهي. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain. His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. ثم ألقى السيد فيصل عبد الستار إدهي كلمة مؤسسة إدهي الخيرية بجمهورية باكستان الإسلامية، أعرب فيها عن عظيم الامتنان والتقدير لاختيار مؤسسة إدهي لنيل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، مشيرا إلى ما تقوم به مؤسسة إدهي من مهام إنسانية منذ أكثر من 6 عقود في جميع مجالات الرعاية والإغاثة، ليس في باكستان فقط بل في كل المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية في العالم. ونوه السيد إدهي بهذه الجائزة المرموقة التي تحمل اسم الأمير الراحل رحمه الله، ستخلد اسمه في قلوب وذاكرة أولئك المستفيدين منها. وفي الختام رفع السيد عبد الستار إدهي بالنيابة عن مؤسسة إدهي الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما توجه بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس أمناء الجائزة وهيئة المحلفين والأمانة العامة على جهودهم المبذولة وأعمالهم الخيرة. aimed at making the world a better place to live.
More than six decades ago, in Karachi, Pakistan, Abdul Sattar Edhi, my father, started his humanitarian mission with a dispensary, then added an ambulance. Then he expanded the mission to almost every area of welfare and relief activities for the society. This humanitarian mission is providing ambulance service, shelter homes, coffin shrouds and graveyard, child adoption, missing person service, nursing school, not in Pakistan, but every part of the world where natural disaster occurred. The late Amir, which the award carries his name, will always be in the heart and memory of those people who will benefit from it. God bless him and rest his soul in peace. I must mention Mr. Edhi's quote that the key to success of every person that are punctuality, simplicity, always tell truth and hard work. Upon those pillars, he spent his entire life serving the ailing humanity of the world. Only peace bring harmony among the people, among the nations of the world. In conclusion, I must express my thanks and appreciation to the Board of Trustees of the award, the jury, and the journal sectorial for the effort and good work. I and my entire family on behalf of Edhi Foundation are again thankful to you, Your Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and prestigious ISA Award for Service to Humanity, which will go to Abdul Sattar Edhi and the nation of Pakistan. Thank you all once again. Thank you, Bahrain. Peace be upon you and God's mercy and blessings. وفي ختام الحفل غادر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. حضر الاحتفال كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشورى وأعضاء مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية والمحافظون وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء الجامعات ورؤساء الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والصحافة والإعلام وعدد من ممثلي مؤسسة إدهي الخيرية بجمهورية باكستان الإسلامية الفائزة بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وعدد من المدعوين.